86 ألف معمر في اليابان، لماذا يتمتعون بلياقة بدنية عالية وصحة ويعيشون طويلاً؟ لماذا أمراض السمنة وأمراض القلب والسرطانات منخفضة جداً عندهم؟ ما السر في ذلك؟ السلام عليكم، مرحباً بكم. هذا الفيديو مهم جداً إن كنتم تبحثون عن الصحة وتريدون الاستمتاع بحياتكم والعيش حياة خالية من الأمراض. أسرار كثيرة ستعرفونها، فأرجو مشاهدته للآخر. هيا بنا. تتمتع اليابان بأعلى متوسط عمر متوقع عند الولادة، فمتوسط عمر الرجال 81 سنة، حيث أن متوسط عمر النساء 87 سنة. يرجع ارتفاع متوسط العمر المتوقع لليابانيين بشكل أساسي إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان، وكذلك يعود انخفاض معدل الوفيات إلى انخفاض معدل السمنة وانخفاض استهلاك اللحوم خاصة لحم البقر وزيادة استهلاك الأسماك والمأكولات البحرية الغنية بالأوميغا 3 التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفول الصويا وهو غذاء يتم استهلاكه بشكل أساسي في آسيا بما في ذلك اليابان، ويتم استهلاكه عن طريق التخمير، ويصنع منه صلصة الصويا ومعجون ميسو والتوفو، وهو نوع من البقوليات الذي يعد مصدر غني جدا بالبروتين. كذلك يستهلكون السكر ومنتجات الألبان بنسبة قليلة جدا، وهذا ما يفسر انخفاض الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل السرطان. كذلك طريقة طهو الطعام، فهو يمثل دور كبير في صحتهم، فاليابانيون بدلاً من قلي أو شوي الطعام يغلونه أو يطهونه على البخار. ومن بين أسرارهم كذلك آداب المائدة اليابانية، إذ تتمثل ببطء تناول الطعام ما يسمح بسرعة هضمه وامتصاصه. تلعب الينابيع الساخنة دوراً كبيراً في الحياة الطويلة لديهم، إذ يتردد اليابانيون على هذه الينابيع لخصائصها العلاجية. هي ينابيع بركانية طبيعية ساخنة تساعد على الاسترخاء وتجلب العديد من الفوائد للصحة. شكرا لكم على المشاهدة، وقدروا وقتكم الثمين، وإذا أعجبكم الفيديو ادعمونا بلايك.